شي رحال يا مدلاشه قلتي ليه؟ هذا قلت لك راه ما كنا بغينا اما ردنا بغيت تهتك صافي والله قال معقول لك كنا تهتك ناس بغاو يعطوك لشي رحال ناس بغاو يعطوك لشي رحال يا مدلاشه قلتي ليه؟ قالت له ما بغيت عيش الرحاله نقصت كاع فيه زواز ملي تشوف ديك الحاله ويسكنوك تحت حزاز وقت القوايل الغلغاله والصيف في خوي ما دازت راني حلفت ما نديهم وحلفت واخا ما يبقوا الرجال يا ام دلال غير صبري ليهم غادي يبرعوك ويعطوك المال يا ام دلال شاك قلتي ليهم ناس بغاو يعطوك لشي رحال يا ام دلال شاك قلتي ليهم قالت لي لا غير قولوا ليا قداش سكنت العشوط والقش ما يهزوا ليا والبرد في غير يصوت ملي جبنا موسيه هي وقشها مضبوط والناس جايين معاهم قشي كتير والماري ومازال يا ام دلال كيف نعمل ليهم وقت الرحيل نحزن فيه بالحبال يا ام دلال شاك قلتي ليهم ناس بغاو يعطوك لشي رحال يا ام دلال شاك قلتي ليه قالت لي بغيت المضربه ومخاد ومريم قاد دون الجار والبيت بالزواق مقاد بيبان والقفل والدار اللهم ما معوق قاعد ولا نكون في لقفه ما كان ما نقبل فيهم ناسك تحللوك وطلبوك شحال يا ام دلال ما حشمتي فيهم بو السمن والكليله بالطنقان يا ام دلال شاك قلتي ليه ناسك بغاو يعطوك لشي رحال يا ام دلال شاك قلتي ليه قالت لي ما بغيت سكنت الباديه ونعود في الشعاب نبات ديما مشققين يديا ونضل لابسه صباط حتى نخنزور رجليا هذيك ما هنا حياه حوايجين كرفص فيهم اللي مع البهايم لونو يدبال يا ام دلال لاش ما بغيتيهم وانتي مطوره ما جابك تحلال يا ام دلال شا قلتي ليه ناس بغاو يعطوك لشي رحال يا ام دلال شا قلتي ليه قالت لي ما مرعيش الكسابه والله يكون في العوان الغنمه الورد تحابه ومحادي نهار عيان في البرد والشتا وضبابا وقت الصهود والحمان والما قليل ما يكفيهم ينقلوه يمشوا ليه مشي شحال يا ام دلال والقرب تسقيهم والعافيه ديرها بالشعال يا ام دلال شا قلتي ليه ناسك بغاو يعطوك لشي رحال يا ام دلال شا قلتي ليهم ناسك بغاو يعطوك لشي رحال يا ام دلال شا قلتي ليهم قال عندنا نحاربوا الميه داروا لنا المدرسات حط المراه الشيبانيه ولات تطورت وقرات والكسب ما بغاتو هي بغات المدن والطاجة اللي بغات كاين فيهم لبس تريك وسراويل طوال يا ام دلال خارجه توريهم مزاحمه في الاسواق نساو رجال يا ام دلال شابتين ناس بغاو يعطوك لشي رحال يا ام دلال شابتين ناس بغاو يعطوك لشي رحال يا ام دلال شابتين ليهم قال شدو بخاطر الدريه حتى نجوزها تلقاه رحال ما بغاتو هي يمشي يشوف من يرضاه واليوم ولت الحريه العقل بغى اللي واتاه الوقت ما خفات عليهم ولوا ولاد وبنات بحال يا ام دلال يخدموا بيديهم والكسب مات لابوها شي دلال يا ام دلال شا قلتي ليه الناس بغاو يعطوك لشي رحال يا ام دلال شا قلتي ليه جات المدوخه تطلل قالت لهم ادوني ليه اخاوي رويسها كي سطل بغات العذاب صبرت ليه ومجدين ليها الحبل والصوف والشعر وزلي هادو مراسم كاع ليهم وتضل ساحة وتدور في الجبال يا ام دلال حد ما هو فيهم وتبات في المكر وتزيد الغزال يا ام دلال شا قلتي ليهم ناس بغاو يعطوك لشي رحال يا ام دلال شا قلتي ليهم ولدت ولادها في القهرة ما عارفة سبيطارة اللي مريض حتى يبرى بعشوب الخلا داوات البرد صابرة والسمرة ومقيلة على تمرات دي ولادك وقريهم ما كان فين يقروا وبعيد الحال يا ام دلال راك ضيعتيهم والولد في الغنم تابعان كحال يا ام دلال شا قلتي ليهم ناس بغاو يعطوك لشي رحال يا ام دلال شا قلتي ليهم قال لهم زين الكسب يا قربايا هو نزاهة الرجال مولاه رابح المدايا لا يعيش فيه حلال وانا نزاهتي في الحياة لو كان صبت فيه شحال الاطفال والنساء خليهم باو الحليب والهبرة على الاشكال يا ام دلال ماش قاو عليهم الكلام شاط ليهم حتى نبسال الله يسلمك.